والتحدي الخامس والاخير هيحسم ويعرفنا مين الفريق اللي هيحصل على جائزه الاسبوع اللي جاي. التحدي هو التيشيرت المتحرك، اللعيبه هيسددوا كرات على تيشيرت تييري هنري اللي بتتحرك على المرمى. اول لعيب يقدر يصيبها بيحصل عليها، لكن مين هيسدد الاول؟ المشتركين هيسابقوا على مسار متحرك في اوزان وعوائق، اللي يحقق احسن توقيت هو اللي هيبدا بالتسديد. نفكركم ان كل خطا في المسار هتزود ثانيه. والتحدي هياخده لعيبه الفريقين اللي واقفين في دايره الخطر، ومن الفريق الازرق مارسيلو من مصر، الكعبي من اليمن، وعموري من السعوديه. ومن الفريق الاصفر اسلام من مصر، خالد من الاردن، ورياض من مصر. جاهزين شباب؟ الكره بملعبكم. اذا نعم مشاهدينا الكرام، من سوف يكون اول المسددين في هذه المسابقه المشوقه؟ من سوف يكسب الكثير من الوقت؟ هنا مارسيلو وبضرور بالاقماع، هل يكسب الثواني الان؟ مارسيلو باقل الثواني ربما هو ان يكون اول من يسدد على تيشيرت تييري هنري. مارسيلو إذن إسلام يدخل إلى أرضية البيدين. إسلام بقوة بدنية هائلة الآن يتقدم، هل هو سوف يكون أول المسددين على تيشيرت تييري هنري؟ ترجي الكرة من إسلام، يمر من قبل الأقماع ويتقدم إلى الأمام للسيطرة على الكرة والتسجيل في الشباك. وهذه كرة من إسلام، أوه. مرة أخرى مع الفرجة الجماهيرية مشاهدينا الكرام في برنامج فيكتوريوس. عموري والمرور الآن بعد العمل البدني الواضح، هنا عموري، عموري ومرور على طريق الأقماع. عموري يمر، عموري بهذه الكرة، وأيضا عموري الآن إذن خالد من الأردن بالرقم 70 بهذا الاختبار البدني. مشاهدينا الكريم، شبيه كريم بنزيما، هل يفعلها خالد للمحافظة على هذه الثواني المطلوبة بأقل الثواني؟ هل ينجح خالد الآن بالرقم 70؟ سنرى ونتابع. الوقت يمر والأحداث أمر وأمر. إذن الكعبي هل ينجح الآن بأقل الثواني؟ سنرى ونتابع. الرقم 8 الكعبي بعد العامل البدني الآن يدخل للسيطرة على الكرة بمرور على طريق الأقماع. الكعبي يمر، الكعبي يمر بامتياز الآن مشاهدينا الكريم. الكعبي في الانتظار، الكعبي في خط النهاية. مشاهدينا الكرام من مصر بالرقم 19 العامل البدني الان بامتياز يجتاز هذه الاختباريه، يتقدم الان بالكره، يمر على طريق الاقماع الان. رياض للمحافظه على ثواني باقل مجهود، يدخل الان الى خط النهايه ولكن يخطئ المرمى. رياض Well, I think it was a difficult challenge because pulling what you had to pull and a lot of weight was difficult, especially the transition of pulling something really hard and going into a relaxing mode to be able to go and dribble through the cones. The goals were really tight, so really I have to praise you all on that. Wasn't easy. Some guys had a little advantage also because they were pulling only 50, in all fairness. So really nothing bad to say about that. You guys were great. I completely agree with Thierry Henry. It's very difficult to go from, yes, pushing a big weight and then getting a ball into a relaxed position and mode.
and then dribbling the ball and scoring, you know. So obviously, the heavyweights, they had it more complicated, and the lightweights, they made it easier. So Amuri was the winner in terms of time. And in the other group, the heavy ones, it was Islam. So congratulations to all of you, because it's not easy to do it. تمرين مشترك بين القوة والسرعة والمهارة الموجودة فيه مع الذكاء. أنا عجبني خالد رقم 70 أول ما وصل المرحلة الأخيرة سدد من مكان بعيد ومن ثم جرى اختصار للوقت مو لازم توصل الكرة. عمور من وجهة نظري وكان النموذج الأفضل في هذا التمرين رقم 11. انا شايف انه يعني كلكم اجتهدتوا في التمرين. التمرين عايز حاجات كتير، عايز القوه وعايز السرعه وعايز المهاره وعايز المرونه، فانا شايف ان كله اداه كويس. ان ربنا يعطيكم العافيه كلكم.